إلى ذلك أكدت البعثة البحرينية للحج أن التواصل المستمر مع حملات المملكة كافة تأتي بتوجيهات كريمة من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة حرصا منهم على الإطمئنان على سلامة وراحة الحجاج البحريني، مشيدة بتعاون حملات المملكة وبالتزامها بالقوانين والإجراءات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية، فضلا عن التعليمات الإدارية والإرشادية التي وجهت بها البعثة، وذلك مما يسهم في إنجاح موسم الحج لهذا العام. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة البحرينية للحج. مساء الخير فضيلة الشيخ عدنان. بداية، يعني كيف تجري استعدادات لجان البعثة في توفير الخدمات لحجاج مملكة البحرين؟ مرحبا، حياكم الله الأستاذ عبد الرحمن، وأشكر حقيقة وزارة الإعلام وتلفزيون البحرين على اهتمامهم بمتابعة أخبار الحجاج والإطمئنان عليهم. طبعا كما ذكرتم، لجان بعثة الحج العديدة والمتنوعة والموجودة في الديار المقدسة تقوم مشكورة بالعمل على قدم وساق من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم التنسيق مع وزارة الحج بالمملكة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج للتيسير والتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا، فلهم منا كل الشكر والتقدير على ما يقومون به من جهود جبارة وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيل وتيسير على الحجاج. اللجان الموجودة عندنا هنا تقوم بالعمل الميداني في المشاعر المقدسة والإداري داخل مقر البعثة المتواجدة في مقر في 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 منطقة النسيم بمكة المكرمة، وكذلك اللجان الطبية والعيادات البعثة موزعة في بين مكة والمشاعر، والبعثة ولجانها تحرص على التواصل مع حملات الحج البحرينية من خلال زيارتهم في مقراتهم وأماكن سكنهم، وكذلك استقبالهم في مقر البعثة بهدف التشاور المستمر. نعم فضيلة الشيخ، يعني كيف كانت إجراءات عملية دخول الحجاج عبر المنفذين البري والجوي للسعودية، ويعني متى يتوقع وصول بقية الحجاج البحرينيين؟ نعم، إجراءات والله الحمد، يعني دخول الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البر حسب ما استمعت إلى إفادتهم بزيارتي لهم، كانت الحمد لله سهلة وميسرة ولله الحمد، ونحن نشكر القائمين على المنافذ سواء في مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية لتسهيلهم عملية عبور الحجاج، والمتوقع بإذن الله وصول بقية حجاجنا خلال اليومين القادمين، حيث آخر موعد لدخول حجاجنا هو الرابع من ذي الحجة حسب تحديد الجهات ذات العلاقة بالسعودية. نسأل الله تعالى أن يحفظ الحجاج ويعينهم على أداء مناسك حجهم، اللهم ويتقبل منهم ويردهم إن شاء الله إلى البلاد سالمين غانمين. نعم فضيلة الشيخ عدنان القطان من مكة المكرمة رئيس البعثة البحرينية للحج، شكرا جزيلا لك، وأسأل الله أن يبارك جهودكم ويوفقكم لكل خير.